السيدات والسادة، مساء الخير. قبل أن يعرف العالم صناعة السينما، عرفتها الإسكندرية والقاهرة في نفس الوقت مع باريس. كان ذلك في عام 1896، وعلى مدى عقود طويلة كانت القاهرة هي هوليود الشرق. كانت الاستديوهات المصرية تنتج قبل عام 2000 أكثر من 100 فيلم سنوياً. وفي الوقت الذي ظهرت فيه تيارات السينما الجديدة في فرنسا وإيطاليا، كان كمال الشيخ وتوفيق صالح، صلاح أبو سيف ويوسف شاهين وحسين كمال يقودون نهضة سينمائية متنوعة وداخرة في مصر. ثم جاء من بعدهم جيل نزل الشارع في واقعية ثورية غيرت شكل صناعة السينما في مصر والمنطقة. عاطف الطيب، داود عبد السيد، محمد خان، رأفت الميهي، علي عبد الخالق، خيري بشارة، محمد فاضل، رضوان الكاشف، مجدي أحمد علي ويسري نصر الله وغيرهم كثيرين. مع هؤلاء كان دائما عباقرة الصورة السينمائية من المصورين الكبار: أحمد خرشد، عبد العزيز فهمي، وحيد فريد، محسن نصر، عبد المنعم بهنسي، رمسيس مرزوق، سعيد شيمي، محسن أحمد وآخرون كثيرون. سؤالنا اليوم: أين نحن من هذه الصناعة التي كانت دوماً قاطرة التنمية وكانت قوتنا الناعمة حاملة للفكر واللغة والإبداع المصري؟ هذه الحلقة ليست بأي حال بكاء على الأطلال، لكنها محاولة جادة في نقاش ممتد لإعادة الروح لأجمل إبداعات الإنسان المصري على مدى 125 عاماً. عن السينما حديثنا اليوم من مصر. أهلا بكم.